السلام عليكم مشاهدينا الكرام. احنا بالبداية بنحب نبارك ونهني بهذا الموسم الخير، موسم قطف الزيتون. نهني ونبارك للمزارعين وللفلاحين بهذا الموسم. احنا طبعا بهذا البرنامج ما بدنا نحكي عن فوائد زيت الزيتون. فوائد زيت الزيتون مذكورة بالقرآن الكريم ومذكورة والكل بيعرفها. مخلفات معاصر الزيتون، مخلفات اللي هي الزبار او العطر، هي هذه المخلفات اللي بدنا نحكي عنها بهذا البرنامج. طبعا بشكل عام في الضفة الغربية المعدل الإنتاجي والمعدل السنوي لإنتاج زيت الزيتون هو حوالي من 18,000 إلى 20,000 طن سنويا من زيت الزيتون، وهذا بنتج عنه معدل ما يقارب 60 إلى 70,000 كوب زيبار. إذا انكبت هذا الزيبار في الوديان بتؤدي إلى شغلتين أو عدة أضرار، اللي هي المياه الجوفية بصير تلوث في المياه الجوفية، والإشي الثاني إنه إذا وصلت هاي لمحطات التنقية بتعمل خراب لمحطات التنقية، منها طبعاً البكتيريا، بتقتل البكتيريا النافعة اللي هي بتأكل المواد العضوية. وحدة ضابط البيئة في الإدارة المدنية بدأنا في مشروع هذا السنة، مشروع جديد اللي هو بوضع صهاريج لجمع المخلفات معاصر الزيتون اللي هو الزبار. هلا صهاريج ورانا احنا هون، هي زي هاي الصهاريج هذا اللي هو في عنا قائمة ب 25 معصرة زيتون أكثرها متركزة في منطقة طول كرم وغربي نابلس. من بداية الموسم لحد الآن 1300 كوب تم جمعها وتوزيعها في مناطق معدة ومخصصة بناء على تعليمات من وزارة البيئة الإسرائيلية. بالنسبة لطبعا مشاريع ثانية، السنة عملنا منطقة واد نابلس وواد الزمر وواد التين اللي هو عند ارتاح، تنظيف المنطقة لحد العبارات. طبعا بخفف كمان لما ننظف احنا الاعشاب من الوديان، ببطل في توالد تحت الاعشاب، ببطل في توالد للبعوض اللي هو بالنهايه بيطلع وبصير اللي هو الناموس اللي ممكن ينقل امراض للمواطنين. طبعا بالنهايه احنا سعيدين وفخورين بهذه الانجازات وقدره وحده ضابط البيئه في الاداره المدنيه على رفع الضرر البيئي من اجل تحسين نمط حياة المواطنين في المنطقة، واللي بيجعلك سعيد في الحياة إنك تكون مفيد للآخرين. وشكراً للجميع.